بعد انتهاء عيد الفطر، دخل القصر الجمهوري في نقاش داخلي حول كيفية تحريك رئيس الجمهورية ميشيل عون الجمود في المشهد العام. وفي معلومات الجديد أن عون قد يتوجه في الأيام المقبلة برسالة إلى مجلس النواب تتعلق بمصير التكليف، أو قد يتوجه بكلمة أخرى إلى اللبنانيين يتناول فيها الملفين الحكومي والاقتصادي وحقيقة موقفه من مسألة رفع الدعم، لا سيما أنه كان ينتظر من حاكم مصرف لبنان رياض سلامي أعلام بالأرقام المالية الحقيقية. وخلال عطلة العيد كان عون قد أرسل رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن فيها تمسكه بالمبادرة الفرنسية. عضو تكتل لبنان القوي أن أبادي معلوف تحدث إلى الجديد عن مضمون الرسالة معلقا على كونها تستبق العقوبات الأوروبية على معرقلي تأليف الحكومة. المبادرة الفرنسية إن كان بشق تشكيل الحكومة ولا بشق الإصلاحات، نحن هذا اثنيناتهم ضرورات بالنسبة لنا، مش مثل ما سمعنا شمال ويمين وكأنه الرئيس عون عم يشتكي ولا عم بي ابدا، هيدي ما بحياته عملها الرئيس عون ولا رح يعملها. إذا في من عقوبات بدها تنحط لأشخاص عندهم حسابات برات لبنان وهربوا مصاري ومشاركين بالفساد، نحن هاي الشغلة عم نطالب بيها على السطح. في المقابل أصدر مكتب الإعلام في الرئاسة بيانا نفى فيه ما نشرته جريدة نداء الوطن عن مضمون رسالة عون إلى ماكرون، وقدمته على نحو يوحي وكأنها تعرض مقتطفات من نص الرسالة. ولفت البيان إلى أن ما نشر لم يرد مطلقا في نص الرسالة الرئاسية، بل هو من نسج خيال كاتب المقال. وكانت الصحيفة قد عنونت أطروحة بعبدة إلى الإليزي مرافعة مطولة تصلح لجينيس، قائلة إنه بعد وعد وزير الخارجية الفرنسي بإجراءات عقابية صارمة تطال معرقلي المبادرة الفرنسية، سارع الفريق الرئاسي إلى إعداد رسالة خطية تشرح الموقف العوني من مسار تأليف الحكومة. وذكرت الصحيفة أن الرسالة تضمنت شكوى من عون قوامها أن الطبقة السياسية الحاكمة منذ التسعينيات تسعى لتقويض آخر ما تبقى من صلاحيات للرئاسة الأولى في دستور الطائف عبر إجهاض عملية الشراكة في التأليف بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، مع التركيز على غياب المكونات المسيحية الأساسية عن تسمية الحريري.